بعد وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية، أخلي سبيل ابنة الرئيس الكونغولي السابق موبوتو سيسي سيكو بعد جلستين اثنتين يوم الخميس والجمعة الأخيرين بالمحكمة الزجرية عين سبع بالدار البيضاء. نجلة الرئيس الكونغولي الذي حكم الكونغو ل 37 سنة جرى إيقافها وحسب مصدر مقرب من الملف بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد رفضها فحص جواز سفرها. شرطي فحص الجوازات ونظرا لتعنتها أخذ منها الجواز بالقوة قبل أن يطلب منها الاعتذار بعد استكمال الإجراءات اللازمة. المعنية أصيبت بحالة هستيرية وأقدمت على دفع الشرطي، ومن ثم جرى إيقافها قبل تحديد موعد الجلسة بحضور والدتها وأحد أقربائها ليتم تمتيعها بالسراح المؤقت بمؤازرة من المحامي محمد زيان.